عاد أو أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تأجيل موعد قرعة كأسي رابطة الأبطال الأفريقية وكأس الكاف اللتان كانتا مقررتان الاثنين إلى الثلاثاء في نفس التوقيت، حيث سيتعرف ممثله الكرة الجزائرية في المنافستين. وتعلق الأمر بكل من شباب بلوزداد وشبيبة القبائل في رابطة أبطال أفريقيا وشبيبة الصورة واتحاد العاصمة في كأس الكاف على منافسيهم.